شو هلا رايحة؟ ليش ما شربتي قهوة قبل؟ بلاها، عندي كتير تحضيرات لازم خلصها للمساء. الحق معك، في كتير تحضيرات، مثل ما بدك، معناها ما رح أعطلك. يا ريت خالك يقدر يجي يفرح معنا. ليش خالي ما رح يجي؟ بهي الحالة ما بعرف إذا خرج يجي. بس يعني مو ظابطة أبدا. ايه فهمت، خلص منجيبه إذا أنت حابة، لأنه هذا اليوم يومك وأي شيء أنت بدك إياه لازم يصير، المهم تنبسطي. هذا النهار رح يكون يوم مميز وما حدا منا رح ينسى، أنت لا تقلقي أبدا. جبت مفاتيح السيارة، تفضلي. تفضل. مع السلامة. نيجار، بعد الظهر بدك تروحي لعند خديجة. ايه مليكة قالت لي بدنا نروح مشان نساعدها. انت من كل عقلك، مثل الاغبية بدهم يروحوا يساعدوها. انت بدك تروحي لتساعديني انزعلهم كل شيء، عم تفهمي؟ كل شيء بتقدري تعمليه لتنزعي هالليلة وتخربتي التحضيرات لتقصري فيه، وكل ما خربتي اكتر بيكون منيح. بدي اياهم ينحرجوا من هذا التخبيص ويخجلوا ويطلعوا فينا، عم تفهمي علي؟ ست جاهدة، بس أنا شو بقدر أعمل؟ شو بيعرفني، اعملي أي شيء يكون فيه إحراج أو تخجيل. بعدين هاي الشغلات أنت شاطرة فيها، ولا تاكلي هم، ما حدا رح يكشفك. مثلا رح ينكب شيء على فستان ريحاني اللي بدها تلبسه، أو ممكن تنحرق شي أكلة بالفرن. بس أنا ما في بس بنوم، هاد النهار لازم تقلبيه لجحيم. إيه فهمت.